انتظم سير العملية الدراسية بمدارس الجمهورية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022. كان الفصل الدراسي قد انطلق بالامس بعدد من المدارس، وتم اليوم استكمال استئناف الدراسة في باقي مدارس الجمهورية. وشهدت بداية الفصل الثاني ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. فيما شددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية. بشكل متواصل اثناء اليوم الدراسي وعدم التخلي عن الكمامه والضوابط الصحيه